شريف دياب المدير التنفيذي للمشروع البديل. التنسيقية متكونة من عدد من القوى الحزبية والسياسية قررت ان هي توحد صفها في الفترة الحالية لدعم حمدين صباحي، ربما تستمر لمرحلة ما بعد الانتخابات، وربما لا هذا ما سوف يحدده الكيانات المشاركة او الظرف العام. خلينا نقول ان احنا عندنا استحقاق انتخابي ما بين مرشحين. مرشح ارى من وجهة نظري انه منتمي لخط الثورة، منتمي للقوى المدنية، ومرشح اخر يعبر عن طبقة شعبية جارفة وممثل عن قوات المسلحة. وتوجهنا احنا كمشروع البديل من مجموعة شباب قائمة عليه لدعم حمدين صباحي، ان احنا عايزين دولة مدنية ديمقراطية حديثة ينعم فيها المواطن بحياة حرة كريمة عادلة، ونرى ان الخروج من المعادلة الثنائية اللي هي الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية هو السبيل الانجح لتحقيق الرقي والازدهار، وهو السبيل الاقرب لارساء مجتمع العدالة الاجتماعية. من هنا جت مشاركتنا في تنسيقية القوى السياسية والحزبية وتدشين حملة صوت الحمدين صباحي. طبقة أيام معدودة هنشتغل من خلالها على مستوى 27 محافظة، هنكون متواجدين وهنحاول ان احنا ان شاء الله بقدر الممكن نعمل حاجة. الحديث عن ان الامر محسوم وان العملية الانتخابية هي تحصيل حاصل وان السيد عبد الفتاح السيسي هو من سيأتي شاء من شاء وابى من ابى، هذا كلام ليس له اي اساس من الصحة وليس له اي حجج نستند اليها. فالعمليات الانتخابية متغيرة والظرف متغير وبناء عليه الحسابات متغيرة، وهكذا حصل في الانتخابات السابقة حين كان جميع الاستفتاءات واستطلاعات الرأي ورأي الخبراء ورأي العلامة ان حمدين صباحي ليس له فرصة حقيقية، وعلى عكس كل التوقعات حين ادرك الشباب ان المعركة هي معركتهم وان حمدين صباحي هو مرشحهم، حصد حمدين صباحي على ما يقرب من 5 مليون صوت، وفي ظل منافسة من 11 مرشح في ظل عدم وجود شعبية زي وقتنا الحالي لحمدين صباحي. ولا ننسى أن الثورة رغم ما تعرضت له عبر 3 سنوات وأكثر من 3 سنوات، 3 سنوات ونصف، برغم ما تعرضت له الثورة من عملية تشويه ممنهجة ومن تفتت وانقسام قوى الثورة، إلا أنها ما زالت قادرة على المواجهة والمنافسة في المصاف المتقدم من مواقع اتخاذ القرار بالدولة. ونحن إن لم ينجح حمدين فمرحلة ما بعد الانتخابات أهم بكثير من مرحلة الانتخابات. هناك استحقاقات انتخابية أخرى كانتخابات البرلمان ممثلة في الشرطة في السلطة التشريعية وانتخابات المحليات التي أرى من وجهة نظري إن هي الأهم والأبقى ولنا فيها دور كبير بحكم الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري بنسبة 25% من الشباب و 25% من المرأة، قادرين إن شاء الله إن احنا نكون موجودين، قادرين إن احنا نكون موجودين مع المواطن ونتعلم من أخطاء الماضي القريب بحيث إن احنا نتدارك دوت ونقدر إن احنا فعلا نكون قواعد شعبية مؤمنة بدور الشباب في المرحلة اللي جاية وفي صياغة ما يتعلق بحاضر ومستقبل البلاد. حول الاقتصادية والاجتماعية دي كانت أهم النقاط الإيجابية. انحيازه الكامل للفقراء، عندي معادلة بسيطة قوي مؤمن بيها، أن محمدين صباحي يدعم الشباب ويدعم الشعب المصري، المرشح الآخر يدعم مؤسسات الدولة، فاللي هيأتي هينحاز لمن أتى به. التصادم والتناحر ليس فقط بين مؤيدين المرشحين، التصادم موجود بين فئات المجتمع كاملة، وهذا يحدث دائما بعد الثورات. ونحن نأمل بإذن الله أن احنا نتخطى هذه الخطوة، لأن لا خلاص لهذه الأمة إلا بوحدة ووعي أبنائها. وعلى مر التاريخ أثبت أن في النهاية لابد من توحد أبناء الشعب لو أرادوا أن الدولة تتقدم وتحط على مصاف الدول المتقدمة. لكن ما أقدرش أقول أن ده مقتصر على المرشحين، أنا مؤمن بالسلم المجتمعي، وإن تعرضت حملة حمدين صباحي أو أفراد حملتنا لانتهاكات سننشر ذلك، ولكن لن نبادر بأي تعدي على أي طرف. احنا مؤمنين بحرية الرأي والتعبير، لكل مواطن له حق الحرية وله حق القول فيما يشاء وفيما يرى. وعدت أنك لم تترشح حتى لا يقال أن الجيش يسعى
من أجل مصالحهم. وقد خلفت وعدك، ولكن سيبقى الجيش هو جيش وطني له دوره الكبير، الذي نرتقي ونأمل أن ينأى بنفسه عن العملية السياسية، ولكن لم نعد نثق بك أو نثق فيك. نحن معك ونرى فيك خيرا، ونأمل أن تكون عند حسن ظننا كقوة شبابية. دعمنا لك ليس أكثر من وسيلة ولا غاية غير الوطن. محتاجين نتوحد، احنا اللي جايين وفي ايدينا ان احنا بجد نصنع التغيير ونحدث التغيير. ان اردنا تعالوا نحط ارضية مشتركة نتفق عليها تكون الانسب لكل الاطراف، مهما اختلفت التوجهات ومهما اختلفت الايديولوجيات، فنحن نعيش على ارض واحدة وتحت سماء واحدة وفي وطن يجمعنا جميعنا، فالوطن هو الجميع. فتعالوا نبني مصر للجميع وبالجميع.